بداية نتكلم عن مشروع التعداد العام للسكان. هذا المشروع الوطني الكبير الذي أقرته الحكومة الاتحادية ومناط إلى وزارة التخطيط دائرة الإحصاء. التعداد العام للسكان لا يخص لا دين ولا مذهب ولا قومية ولا تغيير ديموغرافي. هو التعداد العام للسكان يشمل حصر كل البيانات اللي من شأنها التخطيط لخلق تنمية حقيقية في عموم المحافظة وعلى مستوى كل قرية وكل محلة وكل منطقة. فالتعداد العام للسكان هو إحصاء كامل لكل ما موجود من بشر وحجر. خلون أمام حساباتكم أنه لا يوجد أي علاقة بالتعداد وكل ما يتعلق بالسياسة بشكل عام، ولكن نينوى فيها بصراحة خصوصية لأنها محافظة متنوعة من ناحية المذهب والدين والقومية. نحن على ثقة كبيرة بأن محافظة نينوى ستكون متميزة بهذا المجال. كلفنا السيد ماهر سبهان السيد المستشار بترأس هذه اللجنة من أجل إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بلجان التعداد العام للسكان، حتى نستطيع نحن كمحافظة من تلبية كل الاحتياجات الخاصة بهذا الموضوع. عدد اللجان اللي المفترض تشكيلها في كل محافظة بحدود أكثر من 150 لجنة، قسم من هذه اللجان وبحدود 35 لجنة مركزية تم تشكيلها من قبل ديوان المحافظة. وأيضا في نفس الأوامر خولنا السادة رؤساء الوحدات الإدارية أن تشكل هذه اللجان في كل قضاء وفي كل ناحية. التعداد العام للسكان يحتاج إلى متطلبات عديدة، مثل توفير القاعات، توفير الأمور اللوجستية من سواء مخازن لحفظ المواد الخاصة بالتعداد أو كذلك الشاشات المطلوبة للتدريب. وسيكون هناك تعداد تجريبي في ثلاثة أحياء داخل مدينة الموصل وقريتين في منطقة غرب نينوى، ومن ثم تكون فترة أخرى لإعداد تجريبي آخر حتى نصل بشهر 11 إلى التعداد العام للسكان في عموم العراق. التعداد هو فرصة حقيقية لسد الثغرات والفجوات اللي ناتجة في البلد بسبب ما حصل من دمار على مستوى العقود السابقة. التعداد حقيقة في محافظة نينوى يكسب أهميته. والسيد نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد تميم كان له تصور واضح عن حجم التحديات في محافظة نينوى، وبعث رسالة خطية للسيد المحافظ محملة عن طريق السيد الوكيل الإداري، وحتى جدول الزيارات أصر على أنه السيد الوكيل هو اللي يودي رسالة إيمانا منه بحجم العمل وحجم التحديات في نينوى لسببين. الأول أنه إحنا في نينوى حصلنا على دمار، والدمار اللي حصل بسبب احتلال عصابات داعش زاد من الفجوات المكانية والتنموية، وبالتالي كانت هناك حاجة مضاعفة لنينوى لتنفيذ التعداد. السبب الثاني انه التعداد في 2009 توقف في نينوى، ووقف من قبل مجلس محافظة نينوى، وبالتالي توقف التعداد في جميع أنحاء العراق. الرسالة كانت كالآتي: هل نينوى مستعدة لتنفيذ التعداد؟ كان جواب السيد المحافظ نعم، ونحن في نينوى سننفذ التعداد المتميزة ومميزة. واعتقد هذه الرسالة وصلت لمعالي السيد النائب رئيس الوزراء، وان شاء الله بتكاتف الجميع راح ننفذ هذا المشروع الوطني الكبير اللي نحتاجه كلنا في